في أعقاب تجدد الاحتجاجات في البحرين والدعوة للتظاهر يوم الجمعة الماضية للاحتجاج على سياسات الحكومة من قبل الأغلبية الشيعية، تصدرت ما باتت توصف بأزمة البحرين العناوين، خصوصا بعد اعتقال السلطات المعارضة البارزة وأمين عام جمعية الوفاق المعارضة علي سلمان بتهمة التحريض على كراهية النظام الحاكم والدعوة إلى الإطاحة به. وقد أكدت وزارة الداخلية في تصريح على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ ما وصفته استدعاء سلمان للتحقيق معه فيما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون وممارسة أنشطة غير قانونية. ووصف حزب الله اللبناني الشيعي اعتقال السلطات في البحرين لسلمان بالإساءة الصارخة للشعب البحريني، وطالب الأمم المتحدة والجامعة العربية بالضغط على حكومة المنامة للإفراج عنه. هذا وأفادت الأنباء الواردة من البحرين بنشر السلطات لأعداد كبيرة من قواتها وآلياتها العسكرية على مداخل القرى والمناطق، ونصب حواجز عسكرية تزامنا مع خروج تظاهرات للشيعة استنكارا ورفضا لاعتقال سلمان. وتأتي هذه الأحداث لتزيد من تعقيد المشهد في البحرين التي تشهد موجة احتجاجات منذ شباط فبراير عام 2011، إذ تطالب الأغلبية الشيعية بنظام ملكي دستوري. كانت مظاهراتها الأولى قد قمعت على يد الجيش وقوات درع الخليج وخلفت عشرات القتلى والجرحى. وتتهم البحرين طهران بإذكاء الاحتجاجات الشيعية ضد النظام الملكي في البلاد.